بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب. الرسمة دي هتكلم عن سكرو جاك. سكرو جاك فيها أو مكونة من بادي ونات وسبورت وسكرو والأرم. فاحنا نرسم الأول البارت زي ما هي موجودة قدامنا على الأوتوكاد، وبعدين نعمل الأسمبلي. هو الأسمبلي بتاعنا سهل وبسيط، باين حتى من الدايمنشنز. هناخد 27 دي بتاعت النط نحطها جوه البودي، وبعدين ناخد السكرو ده يدخل جوه. هنلاقي القطر بتاع السكرو اللي هو 18 هو نفس القطر الداخلي للنط، فناخد السكرو ده نلبسه في النط، والنط دي كلها ناخدها نحطها جوه البودي. هنلاقي اخر جزء في السكرو ده اللي هو ال 11 نفس السكنس او نفس التجويف اللي جوه السبورت اللي هو 11، فناخد ده نركبه هنا. والارم ده هنمسكه نحطه في الهول دي عشان ندور بيه السكرو عشان يطلع او ينزل زي ما شرحنا في المحاضره. يعني لما نيجي للاسامبلي هنقول الكلام ده بالتفصيل. خلينا بس نبدا الاول نرسم البادي، ده يعني اصعب جزء فيهم، وبعدين نرسم باقي الاجزاء. يعني احنا عندنا 1 2 3 4 5 اجزاء نرسمهم على الاوتوكاد. احنا فاتحين اوريدي الفايل بتاع الاوتوكاد، وجنبنا الرسمه بتاعت البادي عشان نمسك ان يبقى قدامنا الدايمنشنز بتاعتنا. خلاص عشان بس الوقت، اوريدي انا عملت لايرز. هنبدا لما نيجي نبص الكيرف ده، انا عندي في خط راسي 18، احنا هنرسم نص الرسمه وبعدين بالميرور نرسم نجيب الجزء الثاني. احنا عندنا الطول ده اوريدي كده او قايل لي ده 18، وبعد كده هندخل مسافه. فهجيب المسافه دي ازاي؟ عندي 48 وعندي 54. لما نطرح 54 من 48 الفرق بتاعنا ستة. الستة دي طبعا موزعة على الجزئين، يبقى في 3 مللي هنا فرق و3 مللي هنا فرق. نفس الكلام من تحت، سيب المايل دلوقتي لان المايل ده لازم نرسم الجزء العادل اللي فوق والجزء العادل اللي تحت ده، والمايل هنوصل ما بين الاثنين. طيب القطر ده اخر خط المايل تحت فيه 57، وبعدين الكسرة دي وتحت فيه 63. لما نطرح الاثنين دول من بعض برضو هنلاقي فيه 6 مللي فرق، ب3 هنا و3 هنا. يعني الطول ده كده، الجزء ده كده، واللي شبهه فوق دول 3 مللي جبناهم من فرق تام. فانا ارسم ازاي؟ ارسم الجزء ده واطلع وانزل، انزل ده كل ده كده، واسيب المايل ده للاخر خالص عشان ما عنديش السلوب. طيب هاخد لاين في الاول، اول حاجه هو اللاين ده اللي انتر اي لاين، هتحرك كده مسافه صغيره قوي 3 مللي، وبعدين هنطلع ال 18 انتر، وبعدين هندخل يمين المسافه دي اللي هي 54 على 2، نصها يبقى 27 عشان ده الديامتر كله انتر. وبعدين هننزل الطول بتاع الجسم ده كله 18 و60 و9، مجموع ده كله هيساوي 87، يبقى ده 87 مجموع الثلاث اطوال اللي موجودين عندي. وبعدين هندخل اخر قطر تحت اللي هو ده كده 63 على 2، لان احنا بنرسم نص الجسم عشان نعمل له ميرور بعدين. فيبقى عندي 31 ونص مع 3 1 نص انتر. لا مش في الاتجاه ده. طيب لاين تاني، نتحرك من اخر بوينت عندنا كده 31 ونص انتر، وهنطلع لفوق المسافه اللي هو قايل لي عليها 9، وبعدين هنقول له انتر، وبعدين ندخل كده مسافه صغيره قوي 3 انتر. طيب وبعدين هنوصل ندوس اف 8 عشان نقدر نرسم خط مائل. الخط المايل هنوصل للاند بالاند. خلاص ده كده الايه الجزء بتاعنا. تاني بسرعه، احنا طلعنا كده 3 وبعدين طلعنا 18، دخلنا كده نص ال 54، نزلنا المسافه دي كلها مجموع 18 و60 و9، دخلنا كده المسافه اللي هي 63 على 2 31 ونص، طلعنا 9 دخلنا 3. المايل ده ما عنديش الميل بتاعه، احنا جبناه في الاكس. طيب تعالى بقى نجيب الجزء ده. طبعا هنا في ميل في بعد 3، الميل ده بكام؟ هنجيبه ازاي؟ بص عندك من هنا 48، المسافه دي 42، لما نطرح الاثنين دول من بعض ونقسم على الاثنين هيطلع الطول ده 3. طيب تعالى نرسم كده، هنجيب لاين تاني وهنتحرك من هنا كده، المسافه دي قد ايه؟ في 8 تاني عشان نشتغل. نص، هنتحرك نص ال 48 يعني 24. لاين من هنا كده 24 انتر. من هنا بقى المفروض هنتحرك تاني
آخر نقطة وصلنا لها دي هنتحرك في الاتجاه ده. لاين من هنا 24 انتر، بعدين هنرجع تاني الاتجاه ده 3 انتر، بعدين هنطلع كده 3 انتر. طيب هنشغل البولر F8 تاني ونوصل ده بده. ده الجزء اللي موجود عندي. طبعا احنا هنعمل ديليت لده كله، اوفست تاني على بعد 3 انتر للخط ده على بعد 3 مللي. طيب ده الجزء الايه الاول. نيجي رايحين من فوق عاملين خط من هنا، نبتدي من هنا. الجزء ده 27 المفروض نص 13 ونص. هدوس بس F8 13 لاين من نهاية الخط ده 13 ونص انتر، وبعدين هننزل المسافة دي قايل لي 39 رأسي انتر، وبعدين هنوصل ده بده. يعني احنا كده نهاية الخط بي نهاية الخط، بس خد بالك مش هنعرف نرسم كده نهاية بي نهاية. طيب ده الجزء التاني اللي جوه، ممكن نعمل ترم انتر ونقطع بقى الزيادات اللي عندنا من تحت. طيب احنا عندنا الخط اللي تحت ده الجزء الرأسي ده مش عايزينه، ده خلاص المايل ده موجود عندنا، الخط ده ممكن نشيله. احنا على فكرة رسمين هنا خطين فوق بعض مش محتاجينهم، ممكن نشيل ده، وفوق برضو في خطين فوق بعض الجزء ده يعني ديليت. طيب ده الجزء الأول، الهاتش بتاعنا ما فيهوش مشكلة، هاتش اهوت زي ما احنا قلنا. قبل ما نعمل هاتش او بعد، خلينا نعمل الاول ايه الاول ده سنتر لاين، احنا ممكن نعلم عليه ونختار اللاير بتاعه سنتر. ده الجزء الاول، وبعدين عندنا ميرور الخط ده فيه شبه الاجزاء اللي بره دي كلها مكررة عندي، الجزء ده برضو والخط اللي تحت. طيب انتر، وبعدين الميرور بتاعي حوالين الاكسس الرأسي. طيب انتر تاني. في شوية خطوط كده هنكملها، يعني انا هاخد لاين من هنا من نهاية ده كده اهوت، بعدين بترم هنشيل النهاية، وبعدين انتر تاني من هنا لاين في الجزء دوت. طيب عندنا جزء اي اجزاء تانية في طبعا الفيلتس واحنا نسيناها، هنعمل ترم انتر نقطع الزياده دي نقطع الزياده دي. طيب هو قال لي الفيلت هنا فيلت هنا في اي طول مش معروف هيبقى 2 مللي. طيب يبقى اف انتر. طبعا خد بالك هنا في حاجه اسمها تي، لو انا قلت اهو تي انتر، التي انتر في نو ترم وفي ترم. لو انا قلت له ترم هيقطع النهايه، ساعات بيقطع لي لما يجي يقطع يعمل ترم بين خطين ويشيل النهايه بيبوظ لي الدنيا، فاقول له نو ترم عادي هي ده، وبعدين اقول له ار انتر المسافه بتاعتنا 2 مللي. طيب في ام هنا، لو انا قلت له مالتيبل دي في الاخر ام انتر، ممكن اكتر اعمل اكتر من فيلت بس بشرط كلهم نفس الفيلت. طيب احنا عندنا فيلت هنا وهنا اهوت في الجزء ده بين الخط ده وده خلاص، وهنا برضو نفس الكلام المفروض شبه الناحيه الثانيه هنا وهنا. طبعا انا لو ما عملتش نوت ريم كان هيقص لي الزيادات دي كلها هنا برضو تحت. طيب ممكن نعمل تريم تاني انتر، نقص بقى ايه اي حاجه انت عايزها او عايز تشيلها. يعني مثلا هنا هنقص الجزء ده بس، هنا هنقص الجزء الزياده دي بس، الناحيه الثانيه هنقص، احنا مش عايزين المثلث ده كله، وهنا تحت مش عايزين المثلث ده كله. تمام، فده كده الايه الرسمه بتاعتنا. هاتش تاني، الهاتش بتاعنا خلي السكيل بس دايما كبير، النوع بتاعنا انسي 31 اد بيج بوينت جوه المساحه اللي محتاجين نقشرها انتر، واقول له اوكي. طيب ده كده البارت الاول معانا بالتفاصيل بتاعته بنفس الاطوال اللي عندي. نرجع تاني للرسمه،
هنقص يعني، خلينا ناخد ده النوت، وهنا في ناخد النوت لوحده كده عشان يبقى ايه، نركز على بارت بارت. ده النوت بتاعتنا. نرجع للرسمه يعني الرسمة ما فيهاش أي حاجة، الجزء ده 27، فإحنا هنعمل إيه؟ هنرسم في الجزء اللي هو هيتهشر معانا، فأنا هتحرك من هنا 27 دي هيبقى 13 ونص، وأطلع اللي هي 18، وأطلع المسافة دي كلها. يعني نختار من هنا أهوت، خلينا نرسم لاين عادي، هطلع 13 ونص، إنتر، وبعدين هنطلع المسافة لفوق 18. انتر، وبعدين هنطلع لبره. هنطلع لبره المسافه دي هنحسبها ازاي؟ المسافه دي 9.5، جبناها ازاي؟ اللي هي دي من هنا لهنا، الطول ده، ده كده، ده 9.5 اللي هو البروز لبره. نرجع تاني، جبناه ازاي؟ جبناه اللي هو طرحنا 46 من 27 قسمنا على 2، وبعدين اطلع لفوق عندي 8 وبعدين 3 تاني، يبقى انا عندي 11. سيب الشنفر ده هنعمله في الاخر، هنرجع تاني 9.5، بعدين نطلع فوق، اللي فوق المسافه الباقيه دي 7، انتر، وبعدين هندخل لجوه بتاعتنا، وبعدين نكمل لحد النهايه بتاعت الخط ده. طيب الخط الرأسي ده هنعمل له اوفست لحد على بعد 9 اوفست، بعدين 9 انتر، ده اللي هو عشان نجيب السنتر. طيب احنا كده جبنا اللي هو الخط الازرق اللي هو الالوز من بره، طب هنجيب اللي جوه ده ازاي؟ هنجيبه ازاي؟ هو البيتش نفسها، هو ايه اللي في الرسمه دي الاوز والسكوير، ده من نوع السكوير ثريد، هنقوله في المحاضره. البيتش بتاعتي باتنين، البيتش بتاعتي باتنين معناه ان الطول بتاع الجزء ده اللي بره نص البيتش، يعني 1 مللي. يعني احنا لو رجعنا كده هنعمل اوف سكيل، بس المره دي هنقول 1 مللي، وهنجيب الطول ده يعني المسافه بين الخطين دول 1. طيب احنا عندنا هنا في جروف على بعد 3 مللي، فاحنا هنيجي هنا في فيلت تحت منها في شامفر. شامفر فيه طول وزاويه تاني. نرجع للرسم كده، انا عندي الشامفر ده قايل لي ايه بقى؟ 3 ب 45. طيب احنا ممكن نقول له الشامفر من نوع الانجل، انتر، الطول بتاع الشامفر بتاعي 3، انتر، والانجل 45. طيب هذا اللاين، هو اول حاجه بيقول لي الفيرست لاين ده تمام، وبعدين عايز السكند لاين عشان يعمل الانجل على القهوه، يعني ترم انتر، على عايز لو عايز تقص الزيادات يعني. خلاص دي كده الايه الرسمه بتاعتي. طبعا لو جينا عملنا ميرور هنختار اللاين ده، الجزء اللي بره ده كله، اللي جوه ده هنسيبه زي ما هو، وبعدين انتر حوالين الراسي. طيب ممكن بلاين اكمل بقى الاجزاء دي هنا لهنا، انتر، انتر تاني، عندي خط من بدايه الشامفر بتاعي، وبعدين لاين تاني، خط كده. طيب انا هنترم ونقص الزيادات دي، انتر مره واحده تمام. فده الجزء اللي موجود عندنا، عايزين نعمل هاتش، بس المفروض الهاتش لو في كذا بارت بنعمل نغير الانجل او نغير السكيل اللي احنا شغالين عليه، يعني الانجل 90 نفس السكيل، وبعدين نحط نقطه هنا انتر، يبقى الهاتش ده مختلف عن ده، بينهم زاويه 90 عشان لما نركبهم على بعض، وممكن بعد كده نغير السكيل. طيب البارت اللي بعد كده السكرو نفسه اللي هو الجزء ده، عشان بس الأبعاد تبقى قدامنا باستمرار والناس تركز معانا واحنا شغالين. نرجع للأوتوكاد، ده الرسمة، دي الرسمة بتاعتنا. طيب الأطوال اللي موجودة عندنا دي 27، هنا برضو لو جينا نجيب الطول ده 11 والطول ده 18،
الفرق بين الاتنين دول 11 و18 7، هيبقى فيه هنا 3.5. لو خدنا فرق 18 من 27 هنلاقي فيه 9، هيبقى فيه 4.5 و5. طيب خلينا كده نرسم أفضل يعني. هنرسم الأول الجزء اللي فيه مشكلة اللي في النص ده، والباقي خطوط عادية. لاين عادي، هبدأ من يعني من هنا اهوت، هتحرك البعد ده كله، هناخد الطول ده كله. طيب هو قال لي 27 يعني 13 ونص، سيب الميل والحاجات دي في الآخر عشان نجيبها بشنفر يعني، وهننزل المسافات دي كلها. بص احنا عندنا 3 ستات في النص يعني 18 و5 و5 28، يبقى احنا هننزل 28 على بعضها، سيب التفصيل دي في النص خالص. بعدين هندخل 13 ونص تاني، يعني 13 ونص بالزياده، انتر. طيب هننزل بقى المسافه اللي تحت دي كلها، ايه اللي 75 7 5 انتر. بعدين هندخل المسافه بعد ال 75 دي، اللي بره ده يبقى هندخل 9 9 مللي. في جزء هنا صح، احنا عملنا الجزء ده، نعمل لاين عادي كده. احنا قلنا 75، بعدين هندخل كده، هندخل لبره 9، بعدين هنطلع تاني يعني هنقص الزيادات دي بعدين. ده الجزء اللي تحت في ترم، ده السنتر لاين هنكمله بعدين. الجزء اللي تحت ده هنا في تشامفر، هنعمله برضو في الآخر. طيب احنا عندنا نرسم الجزء بقى اللي فوق ده، سبعة دي 7 وده 11، فاحنا هنيجي كده اوت لاين النهاية ده اللي فوق 7 مللي انتر، وبعدين هنطلع لبره 11 بس يعني نصها 5.5، بعدين هننزل تاني. ده الجزء اللي عندنا، المسافة دي برضو 7 انتر. طيب ده الجزء اللي تحت، هنعمل offset على بعد 1 انتر، الخط ده لجوه 1، وبعدين offset الخط ده المسافة دي لبره ايه اللي 5 مللي، ده على بعد 5. طيب وبعدين عندنا ايه تاني، هنعمل له offset، في اوفست هنا على بعد 5 تحت، انتر انتر 5 برضو اوفست 5 للخط ده عشان نجيب الجزئية دي. وبعدين عندنا في اوفست لده لجوه، بس المسافة بتاعتنا تبقى نص 27 13 ونص. طيب هنعمل بدل تريم ناخد الاول اكستند، احنا عايزين تحت هنمد ده لبره، اكستند تاني انتر، هنمد ده بره وهنمد ده برضو عشان نجيب السنتر لاين. هنا الباقي بقى بترم، خلي ترم كله في الاخر، هنعمل شنفر الاول ده، خلينا بدل في اختيار انجل وديستنس، خلينا ديستنس انتر. طيب لما نيجي الديستنس عندنا الفيرست لاين او الفيرست شنفر، احنا عندنا لو حسبنا المسافه دي في 4.5 هنا و5، خلينا نقول اول مسافه تبقى 4.5 انتر، والمسافه اللي بعدها 5 انتر. طيب وفي كمان ام عشان احنا عندنا اتنين شنفر،
طيب هو هيقول لي حدد الفيرست لاين. الفيرست لاين بالنسبه لنا ده اللي هحط عليه 4.5، بعدين يقول لي السكند لاين اللي هو ده. طيب عملت شامفر الاول، طيب وبعدين هيقول لي الفيرست لاين ده، وبعدين السكند لاين ده، عملت شامفر التاني. طيب فين بقى ونقصص كل الزيادات في الرسمه مره واحده، انتر. عندنا المثلث ده كده زياده، تحت عندنا المثلث ده كده زياده، هنا عندنا الجزء ده، ده اللي جوه مش موجود خلاص، وعندنا ده برضو زياده. طيب ننزل تحت، هنا عندنا الجزء ده كده زياده عشان نجيب الالوز من جوه كده. خلصنا الرسمه بتاعتنا، ممكن نعمل اللاينز الموجوده. لنا لاين من هنا، يعني ولاين تاني كده. ممكن اللاين ده وده على بعد، نعمل اوفست على بعد 6 كده، اوفست 6، انتر. الرسمه دي اكتر، او الجزء ده فيه اكتر، فيه اكتر تفاصيل. اوفست تاني 6، انتر. بعدين ترم، انتر، قطع الزيادات اللي فوق. هنخلي الدايره اللي في النص دي بعدين. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ميرور اخر حاجه بقى، كل ده انتر حوالين، اختار اي نقطتين على السنتر لاين. طيب احنا ممكن نختار بقى ايه،